شر جنسية دور يعني زوين وعجبني قصته دوبل ديبو واول مره يعني عطوني السيناريو باش نقراه عجبني بزاف وقلت لي مالا هذه فرصه نبين راسي فيها اولا في بلادي وان شاء الله يا ربي كاين عروض قادمه ان شاء الله بقوه. دور زينب دور بنت بسيطه اللي ماماها عندها فلوس بزاف ولكن هي شويه كيفاش نقولوا سقرامه يعني كتجمعهم لبنتها وكاين بزاف ديال المشاكل كتواجه زينب كاين بزاف ديال الناس كيبغيوها المصلحه كاين بزاف ديال الناس كيغيروا منها كزينب يعني كشخصيه وزينب بنت ظريفه بزاف نيه بزاف فوق القياس خليكم ما نقولش القصه كلها فرصة العمر تعطت لي الفرصة باش نلعب فيها من بين الأدوار الرئيسية الدور ديال عالي إنسان بورجوازي اللي دايما عنده في عقله غير جمع الأموال ويكبر المسائل الأخر يكبر الثروة ديالو وما كيحترمش إنسان اللي ما كيعرفش ما هو التراث ولا كي غير كيشري وكيهدم وكيبني واحد بيرسوناج مركبة ما تقدريش تفهميها غامضة بزاف و ديما طايقة في راسها وهي اللي يعني هي اللي تتخدم الغالغي هي اللي تتجيب لي بروجي هي اللي تتوقف عليهم عندها واحد الجمله ديما انت تقولها ديما راها فما هي جو سوي فريمون ديزولي حاولت انه ندير لها هاد التيكا يعني باش تكون معروفه بها وكيش تتشوفي انه هاد المسلسل بعدا من اخراج هشام الجباري ويونس الرقاب اللي تشرفت لي عندي واحد الشرف كبير انني خدمت معهم لان تعلمت منهم بزاف د الحوايج وكانت واحد التجربه زوينه وكاينين بزاف ديال الممثلين من الريف واللي شارك معنا بعدا الممثل رشيد الوالي المهم كانت تجربه زوينه بزاف ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الى تتفرج وسط هاد النجوم هادو اللي كيتعرفوا في منطقة ديال الريف كذلك هناك مشاركة ديال الفنان القدير رشيد الوالي فما نقول لكش حلم وإنما واحد حاجة واحد شرف كبير أنك تلعب أول دور بطولي والبطولة هنا كانت شاركوها كاملين مع اسم عنده وزن ديالو في فن الساحة الفنية المغربية كذلك هناك مشاركة ديال الفنانة الصاعدة والفنانة الجميلة والفنانة الرائعة حنان الخضر اللي أكيد أنه هاد الكوكتيل ديال الفنانين غيعطي واحد العمل جميل جدا اللي كنوعدوا المشاهدين مغاربة أنهم غيستمتعوا بواحد القصة درامية جميلة على شاشة قناة تمازيغت وكنتمنى أنه نالوا الرضا ديالهم واخا ما نالوش الرضا ديالهم 100% ولكن ولو 40 أو 50%.